ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنبدا في بلاي ليست صغيره خالص، تبقى بلاي ليست صغيره خالص. هنبدا فيها سيمبل اي بي اي سبرينج بوت ويز انجولار. تمام، بكل بساطه لو واحد لسه مثلا مذاكر سبرينج، تمام، ومذاكر انجولار، فانا بقترح انه اول حاجه يعمل اي بي اي صغيره، تطبيق لفكره السي ار يو دي، تمام، ويعرف ازاي يعمل بوست، وازاي يعمل جيت، وازاي يعمل ديليت وبوت، والفانكشن قصدي اللي هي الريستفول اي بي اي بالفانكشن بتاعتها. تمام، مجرد ما يعمل دول يقدر يبني عليهم اي حاجه تانية. فان شاء الله هعمل اي بي اي صغيره لواحد بس اللي بيخش عليه، وليكن ادمن بيسجل مثلا الموظفين اللي عنده في الشركه، يعمل لهم ايديت، يعمل لهم ديليت، حد ماشي يعمل ديليت، حد جه جديد يعمل اد. هنعمل ده بالاي بي اي سبرينج بوت وانجولار. ان شاء الله تكون اي بي اي صغيره وتكون مفيده، وهتكون مفيده ليا ومفيده ليكم ان شاء الله، وان شاء الله هنعمل اللوجن بتاعها. تمام، ولو ربنا كرم يعني هنعمل في حاجه اسمها جي دبليو تي اوثنتيكيشن، هنتكلم عنها بكل تفصيل، وهناخد خطوه خطوه. ان شاء الله هيكون عندنا انتيتي واحده وتيبل واحد، وليكن اللي هو مثلا ايا كان، مثلا ستودنت، امبلوي، ايا كان، مش الفكرة. تمام، إن شاء الله تكون بلاي ليست موفقة بإذن الله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.